صباح الورد سمر، صباح الفل. المشاهدين احنا موجودين معكم وعلى الهواء مباشرة، يسعد صباحك يا رب. من غرفة صناعة عمان اليوم راح نتعرف أكثر على معرض وبازار سيدات المهن البيتية الأول للبيع المباشر. يقام هذا المعرض والبازار بتنظيم من جمعية سيدات المهن البيتية واللي تأسست عام 2019 وهي من الجمعيات الرائدة في المنطقة. الهدف من وجود الجمعية هو دعم وتمكين المرأة الأردنية المنتجة وإظهار مدى أهمية المهن البيتية في تحسين المستوى المعيشي للعديد من الأسر في كافة أنحاء المملكة. طبعا مشاهدينا حتى تعرف أكثر على هذا البازار والمعرض والجمعية راح يكون معنا الست إخلاص البسطامي رئيسة الجمعية. ست نقول لك صباح الخير ويعطيك العافية. أهلا وسهلا، صباح الورد. نعم، يعني احنا موجودين في واحد من الأنشطة إذا صح التعبير والبزرات والمعارض اللي بتسعى من خلالها الجمعية للهدف الأسمى من إنشائها. حابين أول شيء نتعرف على جمعية سيدات المهن البيتية، تحكي لنا عن تأسيسها والهدف من تأسيسها. أهلا وسهلا فيكم، شكرا كثير على الاستضافة. نحن جمعية خيرية، جمعية سيدات المهن البيتية، تأسست لدعم كل ست تشتغل في بيتها. طبعا انت بتعرف نسبة النساء في الأردن 49%، نسبة القوى العاملة للنساء 16%، وهذا يعتبر قليل جدا. نحن لقينا انه كتير في ستات بيشتغلوا ببيوتهم وكتير شاطرات وما شاء الله بيعملوا منتجات، يعني زي ما راح تصوروا وتشوفوا انه بيعملوا شغلات كتير رائعة، وعندهم عائق دائما التسويق، سواء التسويق جوا الأردن او برا. هلا احنا هدفنا الجمعيه انه نمكن هدول السيدات من السوق المحلي وان شاء الله للتصدير كمان، وندعمهم بشتى الطرق. احنا عندنا كثير اساليب وطرق حابين نستخدمها، يعني عندنا راح يكون في محاضرات، ندوات، ورشات عمل ان شاء الله، راح ندعمهم بالبازارات، وبهمنا كثير كمان نعطي دورات تسويق لانه الست اهم شيء عندها انها تسوق بضاعتها. جميل. طيب، يعني احنا موجودين اليوم في الفعاليات اليوم الافتتاح لمعرض بازار سيدات المهن البيتية الأول للبيع المباشر. بدي أول شيء تحكي لنا عن الموقع، وين للي حاب يزور هذا المعرض؟ نعم، نحن طبعا نشكر أول شيء غرفة صناعة عمان، لأنها غرفة صناعة عمان قدمت لنا هذا الموقع. غرفة الصناعة موجودة على الدوار الثاني، القاعة عندنا هون في الطابق الأول. المعرض رح يكون اليوم من الساعة 10 صباحا للساعة 6 مساء. بتمنى من كل مواطن أردني، حتى نحن الرجال والسيدات، بيقدروا يحضروا ويدعموا هدول الستات ويحسسوهم إنه نحن إيد واحدة ووطن واحد وكلنا إن شاء الله بنتعاون مع بعض، وبهمنا كتير دعم السيدات. وإحنا بدنا يعني حتى دعمنا إلهم، إحنا قدمنا الطاولة بلا مقابل. جميل. طيب نحكي عن بعض المشاركين، نحكي عن الأقسام والأجنحة والمعروضات الموجودة داخل هذا المعرض. والله إحنا حبينا نعمل تشكيلة كبيرة. في عنا شوكولاتة شغل بيت، في عنا سيراميك، في عنا بازلت. استضفنا جمعية أم الجمال لأنه هم بيشتغلوا بالبازلت وحبينا ندعمهم. استضفنا مركز لبنيات لأنه هم اللي بيشتغلوا فيها ذوي الاحتياجات الخاصة، بيشتغلوا بإيديهم هذا الشغل كله. في عنا لوحات، في عنا أكسسوارات، في عنا أكل، في عنا تياب، يعني حاولنا نعمل تشكيلة كبيرة للكل، وإن شاء الله إنه يستفيدوا والناس اللي بتيجي تلاقي تشكيلة حلوة ومرتبة. نعم، ستكونوا يعني الجمعية تعنى بالمهن البيتية، نحكي عن مدى أهمية المهن البيتية لتحسين المستوى المعيشي للعديد من الأسر. يعني في كثير أسر الآن أصبح هناك دخل ثابت لهم، وأصبح هناك يعني فرصة معيشية جديدة للبيت، للعائلة، للأسرة من خلال المهن البيتية، وأنتوا يعني جمعية تعنى بهذا الأمر. صحيح. هلأ بدي أحكي لك عن وحدة نحن استضفناها بحفل الافتتاح، هي عبارة عن قصة نجاح. هي كانت مهندسة، تركت الهندسة وحبت تشتغل في المطبخ وعملت مطبخ إنتاجي. هاي لحالها الصبية شغلت 18 موظف، فهي أعالت 18 أسرة، فإذا معناته يعني في دخل لهاي الست، وفي عم تفيد المجتمع وعم تفيد أسر كتيرة. فياريت يعني أو نتخيل إنه لو كل ست منتجة
وظفت هذا العدد ووظفت هذا وأعالت هذا العدد الكبير، قديش انه راح تفيد المجتمع بشكل عام. نعم ستي، يعني اكيد انتم راح توفروا دعم كامل للسيدات اللي بحبوا يتعلموا المهن البيتيه من خلال ورشات العام راح تقدموها والدورات التدريبيه، المقر الجمعيه لحتى حد يتواصل معك؟ نحن بصراحة لسه ما عندنا مقر، احنا جمعية جديدة وعم نتعاون مع غرفة الصناعة، بنحضر عندهم الاجتماعات في قاعتهم، هم بصراحة عم بدعمونا وبرئاسة السيد المهندس فتحي الجغبير، بنقدم له شكر كبير، بنقدم شكرنا للغرفة وإن شاء الله نتأمل مستقبلا يصير في عندنا مقر. طيب ستي، عودة إلى المعرض والبازار، لأي ساعة راح يسأل أو راح يكون اليوم الافتتاح وكمان لأي يوم راح يستمر؟ احنا بصراحة يوم واحد بس، يوم السبت اليوم من الساعة 10 للساعة 6 مساء. طيب بدنا دعوة منك هيك صباحية للناس اللي بيشوفونا وبيحضرونا وحابين يجوا ويستمتعوا ببعض المنتجات الريفية إذا صح التعبير، لأنه أنا شايف يعني المعروضات موجودة من كافة أنحاء المملكة والكل يعني مبسوط اليوم وجاي يشارك. أنا متأكدة كل شخص بيحضر راح يكون مبسوط وراح يلاقي تشكيرة كبيرة وراح يطلع شاري كذا شغلة، وبتمنى يعني الدعم من الجميع، يعني احنا مواطنين، احنا بهاي البلد دائما ندعم بعض، وهذا اللي حملناه المعرض عشان ندعم هدول السيدات، فكل مواطن أردني بتمنى انه يمر علينا يشرفنا يحضر معرضنا يدعمنا حتى لو بوجوده يشرفنا، وشكرا لكم. طيب احنا بدنا كمان ايضا كلمه تشجيعيه من خلالك بتحكي عن المعروضات، يعني بدنا نحكي لهم شو اكثر هيك ابرز المعروضات اللي موجوده لحتى يتشجعوا ويجوا، يعني انا شايف في مأكولات شعبيه، ازياء، ايضا حلويات، كل شيء موجود. صحيح. هلا اذا بدي اعد لك اياهم، يعني عندنا زي ما حكينا الشوكولاته، عندنا كوكيز، عندنا خلينا نبدا بالاكل لانه الاكل مهم كثير، في عندنا لبنه مرتبين، لبنه مرتبين مكدوس، في عندنا مخللات، في لوحات، في بازل زي ما حكينا، في اواعي صلاه طقم بنحط بالشنطه للستات اذا بدهم يستخدموه للشنطه، في اواعي صلاه عاديه، شراشف، في تياب، في عندنا اخت بتستورد تياب وبتعرضها بصراحة كتير، في عنا قربة حرارية برضو، في عندي ست عاملة شغلات حلوة لزينة رمضان كله ياتو شغل إيدها، في إكسسوارات برضو كلها شغل الإيد، يعني ما شاء الله، يعني بالفعل يعني لو حضرتك تصور الطاولات فن وإبداع من كل طاولة. نعم أكيد، يعني زملائنا بيستعرضوا المشاركين وأيضا بعض المعروضات. ستي بنهاية حديثنا نحكي عن مشاريعكم المستقبلية كجمعية. هلأ نحن إن شاء الله يعني راح نحط انه بالقليل يكون عندنا معرضين بالسنه، وكمان بهمني كثير انه اعملهم دورات، بهمني كثير انه اعمل ندوات سواء كانت تثقيفيه او توعويه، ممكن تكون كمان مجالات مختلفه، يعني انا بفكر مثلا دوره في اداره الوقت، ممكن كمان نستضيف دكتور يتحدث، يعني راح يكون كثير في عندي شغلات متنوعه، وبهمني كتير التسويق، يعني أنا إن شاء الله بدي أركز على التسويق، نساعدهم ونعملهم دورات في التسويق ونوعيهم على طرق التسويق، لأنه هم ما شاء الله يعني منتجهم رائع جاهز، يعني ما بده إشي إنه تقول مثلا بدهم تغليف بدهم تعبئة، ما بحاجة، بس التسويق، وإحنا هذا إن شاء الله بدنا نساعدهم فيه. كل الشكر لك ستي وصباحك سعيد، وإن شاء الله يعني أمنيات توفيق للجمعية ولهذا المعرض والبازار، وصباحك سعيد مرة أخرى. تسلم، شكرا كثير لدعم التلفزيون الأردني ولكم جميعا، شكرا. طبعا مشاهدينا مثل ما شفتوا كنا معكم وعلى الهواء مباشرة من غرفة صناعة عمان اللي بتحتضن معرض وبازار سيدات المهن البيتية الأول للبيع المباشر، بضم هذا المعرض العديد من المنتجات الرائعة والمميزة لسيدات أردنيات نشميات من كافة أنحاء المملكة، بتضمن العديد من المعروضات المميزة، وهي دعوة ورسالة اللي حاب يزور هذا المعرض ويتعرف أكثر على بعض المنتجات، التسوق رح يكون مباشر بين البائع والمستهلك، وأيضا رح أخليكم مع بعض اللقطات الصباحية مع الزميل المخرج معاذ الجحاوشة. صباحكم سعيد.